تهديد لحياة المواطنين. فحال تواجد أربع فتيات بمنطقة حدائق القبة، ادعت صديقة لهن طلب إحدى سيارات شركة تعمل في توصيل المواطنين، لكنها في واقع الأمر اتصلت بصديقها وحال وصوله، وبعد ركوبهن أشهر في وجههن السلاح الناري وتعاون مع صديقه في سرقتهن ولاذ بالفرار. المفروض أنه كان متفق معايا مش وراه وهو يرفع عليهم الطبنجة، وبعدين انا اجي انزل مع العربيه ارفع عليهم المطوى واخليهم يسيبوا الحاجات بتاعتهم وينزلوا. كنا نازلين يوم الوقفه عشان نشتري حاجات، فعندنا زميلتنا اسمها منى كنا نعرفها من ايام الثانوي، كانت بقى لها يومين بتلح علينا عشان خاطر ننزل. اشترينا شويه حاجات ورجعنا وتمشينا شويه واصرت على ان هي تطلب كريم، فالمفروض ان احنا طريقنا على طول. هو دخل كده بعد ما مشي شويه، بعد ما مشي يعني كمل نص الشارع راح مفرمل العربيه ووقف، فببص جنبي لقيته مطلع مسدس وحطه في وش منى ورا وحطه في وش في صدر ابني. انا برضو مش مستوعبه يعني، بصيت كده لقيت المسدس دي كده. انا طبعا جات لي رهبه، والولاد اللي على رجلي مش عارفين بيصوتوا، فهو عمال يقول اللي هسمع صوتها انا هموت الولاد هموتهم. جرينا في الجاريه دي، الناس بتجري علينا، لقيت عربيتين تويوتا تبع الاسم هنا كانوا تقريبا بيلفوا في الشارع. بقول للناس ما حدش يثق في حد، يعني انت ولادك وبيتك وصاحبتنا دي المفروض ان هي نعرفها من ايام الثانوي، يعني دلوقتي عندي 28 سنه، يعني بقى لي زمن عارفاها من اولى ثانوي. فبقول للناس ما حدش يثق في حد. مجهود قوي وفريق بحث تحرى الواقعه وبدا في استخدام كافه الوسائل التكنولوجيه الحديثه للوصول للجناة وكشف ملابسات ما حدث. فور تلقينا البلاغ تم تشكيل فريق بحث، بدأنا نشتغل في عدة محاور، أولها محور فحص الكاميرات لمنطقة البلاغ، التقنيات الحديثة واستخدام الهواتف المحمولة، قدرنا من خلال الكاميرات نحدد نوصل لرقم العربية دي اللي تم ارتكاب الواقعة من خلالها. من خلال التقنيات الحديثة أمكن إن احنا نحدد أماكن تواجدهم في منطقة المطرية وفي منطقة مدينة نصر، تم ضبط المتهمين وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين. طبعا القضايا اللي بيبقى فيها تهديد لأرواح المواطنين بتاخد مننا عناية أكتر، وده كان أول يوم العيد. فطبعا في وقت قياسي الحمد لله قدرنا نتوصل، لان احدى صديقاتهم هي اللي كونت تشكيل عصابي مكون منها ومن اثنين تانيين اصدقاء لزوجها. طمع وخيانة سببان وقف خلف واقعة من الممكن ان تحدث مع كثيرين، لكن الامل يظل في تطور الاداء الامني بصورة مستمرة لكشف لغز اي جريمة وضبط الجنات فيها.